اسمها عملهم سبحان الله توبة لا لا نعم نعم إن شاء الله توبة نعم سبحان إيه نعم الحمد لله رب العالمين الله الله ينفع بكم الأمة وينفعنا بكم آمين. آمين. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما واجعله خالصا لوجهك الكريم إن شاء الله أنتم من يتو يعني من يتبرك به أنتم البركة والله الله يرضى عنكم حياكم الله جعل الله أنظار الأولياء في بغداد عليكم نعم. وعلى مدرستكم وعلى أبنائكم إن شاء الله نعم. حضرة الغوث الأعظم بغداد شريف حضرة الغوث الأعظم حضرة ممثل رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرة الإمام موسى الكاظم حضرة رئيس العلماء والفقهاء إمام أبي حنيفة حضرة الشيخ معروف الكرخي ترياق بغداد المجرد في يوم من الأيام جاءت امرأة إلى سيدنا معروف قالت يا شيخ معروف ولدي ضاع ولدي ضاع فرفع يداه إلى الله قال اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك وما بينهما لك اللهم اردد عليها ولدها الآن يقول بعد ساعة فإذا بالولد بباب الشيخ معروف قال ما الذي أتى بي إلى هنا أنا كنت في محافظة الحلة كيف أتيت يقول لا أعرف واحد وضعني في السيارة وأتى بي إلى الشيخ معروف بغداد الجنيد سيد الطائفة وحضرة السري السقطي يعني وكل أولياء يعني ما يقارب فيها مليون ولي في أرض بغداد مليون أيوة كل الأرض أولياء من كان يأتينا من العلماء الكبار يقول أنا لا أرى إلا النور يخرج من الأرض أي والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كل باكستاني نعم يعرف اسم عبد القادر الجيلاني الله واسم الجنيد بغداد نعم نعم كل باكستاني والله أنتم أهل المحبة أهل الصدق أنا أتيت من بغداد الحبيبة إلى الكراتشي تعبت طريق طويل انتظار كثير قلت هؤلاء كيف محبة هاي محبة صدق هذا محبة وصدق يأتي من الفيصل آباد طول الطريق يعني يومان يعني في الطريق طيارة من طيارة إلى أخرى قلت والله هؤلاء أهل المحبة حقيقة المحبة تكون يعني نحن يكون عندنا التشبع ولكن ها هنا عندما أتيت إلى هذا اليوم في كل حال أحن إليهم كلما ذكر سيدي أحمد الرفاعي فروحي ذهبت إليه قبل قليل ذكر سيدي أحمد الرفاعي الغوث الرفاعي فلما ذكر أنا روحي ذهبت إليه قلت والله أعانكم الله يا أهل المحبة الحمد لله أحمد رفاعي إنك دادا جان إن بنامه سے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپا نے اپنا کافی نکال کے تو ان کے سبحان اللہ یا ذریۃ سیدنا عبد القادر و سیدنا رفاعی نعم یعنی دونوں عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں هذه الجامعة أسست قبل 50 سنة ما شاء الله وأبوه نعم كان يبنى هذه الجامعة العلامة السيد زاهد علي زاهد علي ما شاء الله ليلا ليلا ومعه معه وهذا قاري محمد صديق ما شاء الله ما شاء الله هذا طلب العلم هو الخير من الله لأصحابه والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا الله أراد لكم الخير هذا ليس بمقدوري ومقدورك هذا كرم إلهي لو فضل الله لولا أن الله أراد لكم أن تكونون هاهنا في هذه الروضة وفي هذه البركة وهنا العلوم الشرعية وأنفاس العلماء والأولياء لولا الله ما كنا فلقد أكرمكم الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن ذلك من يرد الله به خيرا وكذلك قال على المحبة يعني الذي جمعنا الآن المحبة يحشر المرء مع من أحب
وورد في الحديث القدسي أن المحبة وجبت لثلاثة: للمتحابين في، أي في الله، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. الحمد لله هنيئا لكم. سبحان الله، هنيئا لكم، وفقكم الله، جعل الله على أيديكم تخرج الأجيال تلو الأجيال. هناك حفلة. نعم إن شاء الله. هذا مع هذا أيضا. مع هذا. عليك أن تكتب 15 مطاف بعين خادم إن شاء الله من أنفاس سيدنا. وطن الأولياء. نعم لا شك. والدليل أهل باكستان يحبون الأولياء، والدليل أنكم منهم. بارك الله يا حبيبي هذا الشيخ حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبي. سيدي مرشدين.